الانتروجاسيون، الانتروجاسيون اللي هو الاستفهام، كنا اتكلمنا عليه اكتر من مره، بس المره دي هنتكلم على اكي. اكي معناها الى من، اكي الى من. فعندي هنا بريبوزيسيون ا قبل كي اللي هو بيقول لي الى، وطبعا كي كانت اللي هي من. اكي عندي ممكن اقول اكي لو ليفغ، لمين الكتاب، او لو ليفغ اكي، بمعنى صح ان انا ممكن اجيب اكي في الاول او احطها في الاخر. وانا هنا لو ليفغ اي اجون، وهنا بيقول لي ان انا لما بسال على بيرسون، على شخص عاقل، ممكن احط اكي لمين. ده بالنسبه لاكي، كان اصلها طبعا كي وحطينا قبلها البريبوزيسيون وبقى اكي. تاني حاجه عندي كوا. كوا دي معناها ماذا، كوا معناها ماذا، ودي كانت اصلا كو، كانت كو، بس طبعا كو عندي بتتحط في اول الجمله، اللي هي كانت ماذا بتتحط في اول الجمله وما يجيش قبلها اي حاجه ولا اي بريبوزيسيون ولا اي حاجه. لكن هنا علشان انا هحط قبلها بريبوزيسيون او هحطها في اخر الجمله، فبحول الكو دي لكوا، ودي بتسأل عن شيء غير عاقل. فمثلا يقول لي لو سي دي اي سي كوا، السي دي اي دي ايه هي، سي دي اي سي كوا. فكانت الاجابه بتاعته طبعا بيرد على حاجه غير عاقل، سي ان سونتر دو دوكيومونتاسيون اي دانفورماسيون، ده سنتر للدوكيومونتاسيون والانفورماسيون، الانفورميشن. او تكون جايه في الاول بس قبليها حرف جر، قبليها بريبوزيسيون، زي دو كوا اون ا بيزوان بور ديسيني ان كارت، محتاجين ايه علشان نجيب خريطة أو نرسم خريطة، خريطة. قال لي أنا بزوان ده أتلاس، بيجاوب إن هي الأطلس طبعا، دو كوا علشان ده غير عاقل، الأطلس ده غير عاقل. يبقى أنا عندي هنا أكي إلى من كانت للعاقل، وكوا سواء جه قبلها بريبوزيشن أو لأ لغير العاقل. تالت حاجة اللي هي بوركوا، وبوركوا دي يعني لماذا، وبسأل عليها علشان أعرف لماذا حاجة، وبيكون غالبا عندي الإجابة بتكون بفور. فبيقول لي بوركوا جيل فا او سي دي اي، ليه جيل راحت السي دي اي، أو جيل فا او سي دي اي بوركوا، ده معناه إن ممكن بوركوا تيجي في أول الجملة أو في آخر الجملة. وقال لي الفا او سي دي اي بور فير دي ريشيرش، عشان تعمل